شهدت قائمة منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن غياب محمد صلاح عن المعسكر الحالي لمواجهة نيوزيلندا بسبب عدم تأهيله بصورة بتلائم الانضمام للمنتخب. وبتستعرض لكم جريدة المصرية في السطور اللي جاية تلات بدايل لمحمد صلاح قبل بطولة كأس العاصمة الودية. عمر مرموش المحترف ضمن صفوف انترخت فرانكفورت الالماني في الفترة الاخيرة بصورة لافتة ظهر بشكل جيد معاهم، الى جانب ظهوره بشكل جيد جدا في مشاركته الاخيرة مع منتخب الفراعنة، ولعب من بداية الموسم الحالي 33 مباراة احرز فيها 15 هدف وصنع 6 اهداف. مصطفى فتحي تألق مصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز من بداية الموسم وفي مشاركته مع المنتخب الوطني لما حل بديل لمحمد صلاح في بطولة امم افريقيا الاخيرة وخاض 20 مباراة وسجل خلالها 6 أهداف. محمد الشامي لاعب فريق المصري البورسعيدي واللي بيظهر للمرة الأولى مع منتخب مصر بناء على اختيار وثقة من حسام حسن المدير الفني للفراعنة، ولعب مع فريق المصري 16 مباراة من بداية الموسم صنع 3 أهداف وأحرز زيهم. انت بقى تفتكر مين الأفضل لقيادة الجبهة اليمنى لمنتخب مصر خلال الفترة اللي جاية؟ قول لنا في الكومنتات.